الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو اليوم عن عطل مهم في طلمبة ضخ المية أو ضخ الرش في مطور الرش 600 لتر. العطل المهم ده إن المية الضخ بتاعها ضعيف. هتشوفوا حضراتكم المية وهي يعني المطور شغال المية قد إيه هي ضعيفة. المطور ده حضراتكم 13 حصان والمضخة 40 بار، ولكن شوفوا حضراتكم المية اللي طالعة ضعيفة جدا جدا. حد يقول لي طب هو قافل المية، هتشوفوا دلوقتي وهيفتح المية كمان شوية هيفتحها عن كده. شوفوا حضراتكم هو فتحها ولكن برضو المية ضعيفة. فهنشوف حل المشكلة دي ان شاء الله. عايز اقول ان والمية ضعيفة كده نلاقي العداد اللي هو المؤشر ما بيتحركش عن الصفر. حضراتكم شوفوا العداد على الصفر. هنفك الجزء ده، الجزء ده فيه 3 فواني. احنا جرينا وهما بيحلوا، ولكن هنشوف مع بعض الفواني، والفواني دي كل فونية فيها سوستة. العيب هنا في الثلاث فواني دول هيطلعهم من مكانهم حضراتكم وهيغسلهم. اهي دي فونية وكل فونية فيها سوستة، ممكن يكون دخل فيها حاجة سدها او السوستة ما بتتحركش كويس. كمان لو احنا شفنا العيب ده يعني الفواني دي وبرضو لسه المية ضعيفة، هنحل التلات فواني اللي هما بيحلوهم دول برضو ونغسلهم وبعدين نرجعهم. هما حلوا دول بس ما غسلهمش لان كان العيب في التلات فواني اللي فاتوا. بعد كده بعد ما غسلنا الفواني هنرجعها تاني مكانها. شوفوا حضراتكم بعد الفواني ما اتغسلت ويعني تم صيانتها، شوفوا ضغط المية. انا هجيب لكم المية لما كانت ضعيفة شكلها ايه. بصوا المية دي كانت ضعيفة، لما غسلنا الفواني وسلكناها يعني نظفناها بقى الضغط زي ما حضراتكم هتشوفوا. عطل صغير حضراتكم بس مهم جدا جدا ان احنا نعرفه ونعرف ازاي نصلحه. ان كان الفيديو عجب حضراتكم ياريت نعمل اشتراك لو مش مشتركين، ونشير الفيديو ونعمل اعجاب. استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.